تعرف ولد عمه بس راح تقول ولد عمه له ناس يعرفهم هذا قال له امشي معي ناس مر عند ربعي يعرفهم خوه سمر معهم تعرف على ناس هناك جالس معهم بلوت وبلاي ستيشن سمر معهم ذاك الليل طلع هو ولد عمه راح الله ولد عمه الله يعرفه لكن تعرفوا على اخوه ده اللي جامعه يوم جليل العقبه هو زاد راسلهم ينادونه يرجع لهم خذ عندهم كم ثلاث ريال يتعرف على يدي تعرف على اثنين هناك عندي الله الله صار يسمر معهم يطلع معهم يروح يجي معهم وثق فيهم مع انه ما عرفهم زين يمكن ما له اسبوع يجيك طويل العمر السلامه ويدقون عليه قالوا وينك يا فلان؟ قال والله اني بخلص اشغال قال اجي ايش رايك نطلع اصبعي اصبعي صح يعني يا ربي اعطاني 10 اصابع دعست المكسوره قال ايش رايك تمرنا يا فلان ونطلع نتمشى قال ابد انت غير ما معنا سياره وهم كل واحد منهم تحت رجله صالو سرات من اجمل السيارات شيء جديد المهم وثق فيهم الرجال مرهم موتره وطلعوا وهم ماشيين في الخط شافوا نقطه اثر الرايجي ما هو طيبي حقين خراب اي والله وجيك وذا من شدة الخراب في راسه ياخذها في مخباه تقول فسفس ايش هي؟ ينقلها ممنوعات لا ايش فيها؟ ممنوعات الله يبعدنا بعدنا الله يبعدنا وكل غالي المهم ياخذها دسها تحت المتر بيموت الرجال بيموت الرجال وش مقصده؟ هل يبغى ينكبه ولا انه يبغى يوصل؟ لا هو يبغى ينقذ نفسه هم خاويهم ما يعرفهم زين ما درى انهم خربانين تعرف عليهم عن طريق ولد عمه في استراحه ووثق فيهم الرجال بما ان ولد عمه معهم المهم ولد عمه صاحي ولا هم صاحي؟ لا صاحي لكن ما درى ان ذولا خبيثي توهم بادي توهم بادي في المهم وياخذها في مخباه ذا يتمشى بها المهم ركب مع الرجال وحطها في موتره يوم حطها في موتره يقبلون على النقطة يوقفونهم وهم يفتشونهم المهم طلع ذي اللي وراء اللي معه الممنوعات ما معه بطاقة الهوية مهم معه قال وين هوية قال نسيتها في البيت قال انزل لبقوا وتعال إجراءات لازم يتخذها أي واحد يوم لبقهم جاء واحد من العسكر يفتش كذا نغزى قلبه قام يفتش لقي الحبوب تحت المرتبه. راحت اراع الموتر. قال تعال مساكهم الموتر لمن؟ قال له لا. قال شلهم كلهم. ودهم للمكافحه. يحققون معهم ايش سوى الاثنين ذولا؟ اتفقوا على ان الحبوب راعي الموتر. جحدوه على طول. كيس. طرهم يقول ثقه انكبوه على طول قالوا فيه معه. المحقق ما دخلت في مخه. اوسخ صداقه صداقه تقول ما دخلت المحقق من الله او يعني جاه انه ربي سلم الله ربي يسلم يا ولد كيف الطريقه كيف الطريق قال خلاص طلعوا الاثنين ذولا على انهم ايش براءه وراقبوا انا متاكد ان الموضوع مو كذا ما فحصوهم لا هم يعطون المهم راقبوهم ثلاث ايام اربعه الا يطبون عليهم ومعهم حمله اكبر من الاول مسكوهم يعني اثبت كل شيء متلبسين في جمس الظاهر طويل تارسين الشنطه اللي ورا ترس يبغون يودونها لبياع هم يبيعون يودونها للمستلم شوي لو طبين عليهم الرايدي يمسكونهم ويحلون التحقيق ويطلعون ذا براءة طراه الثقة انت لا تثق باي شخص تعرفت عليه ضحك لك ساعتين ثلاث قدو خويي لا انت المعرفة السريعة انت يا ربي ولا والله العلي العظيم بغى ياكلها قول يا بركان السنة عن اذنكم عن اذنك يا بركان السنة اشهد بالله السلام في سالفة عند الحكويت انتشرت بشكل مو طبيعي توقع على